بالضبط. يعني أنا ممكن تكون عندي وسيلة إعلام الآن إلكترونية، عندي صحيفة إلكترونية. أنا أرى الجزيرة كتبت لقد قصف الجيش الإسرائيلي كذا كذا كذا، الاحتلال الإسرائيلي كذا كذا وتأذى كذا، خلاص أنا أخذ هذا الخبر من مصدر موثوق هو مصدر الجزيرة وأكتبه على موقعي، ولكن أعيد صياغته أو أعيد تحريره، أكتبه بطريقتي أنا، وهذا إن شاء الله سنصل إليه، كيفية تحرير وكيفية هذا، كيفية تحرير وإعادة صياغة الخبر وكيفية أخذ الأخبار والتقارير من المصادر الموثوقة. تمام؟ إذا نحن الآن في البدايات، نحن الآن نبدأ من رقم واحد إن شاء الله. تمام؟ قلنا الأخبار، مثل الأخبار، التثقيف، البرامج الثقافية. يعني أنا إذا دخلت مثلا على قناة، فتحت على قناة الجزيرة أو قناة العربية، هناك برنامج عن مثلا برنامج عن الشعر، عن اللغة العربية، عن مثلا هذا برنامج الساخر هذا فوق السلطة، يعني برامج ترفيهية ممكن الإنسان يعني ممكن الإنسان من هذه البرنامج يترفه ويتثقف. تمام؟ وهناك برامج ترفيهية للترفيه فقط، يعني كالكاميرا الخفية، كبعض برامج الضحكة، بعض برامج الألغاز، كل هذه تكون يعني تقع تحت بند الترفيه. التعليم، يعني نحن الآن نستخدم وسيلة من وسائل الإعلام، ما هي؟ الهاتف، الإنترنت، ونقدم دورة في هذا المجال وعن الإعلام. إذا نحن نقوم بشكل من أشكال الإعلام حاليا. الآن نحن الآن نتعلم، نفتح منصة جوجل ميت، نعمل عليها اجتماعات، هنا نعمل عليها دورات، هنا نتعلم. إذا هذه وسيلة، ممكن أنا الآن أفتح مجموعة في أفتح اجتماع كهذا الاجتماع الذي نحن فيه الآن، نتحدث عن والله حدث في إسرائيل كذا، حدث في فلسطين كذا، حدث في ليبيا كذا، حدث في مالي كذا، حدث، خلاص هذه وسيلة إعلام. نحن هنا نقوم بعملية أو بشكل من أشكال الإعلام، هو نقوم بتبادل الأخبار أو نشر الأخبار عبر منصة جوجل ميت. تمام؟ إذا نحن ما نقوم به الآن هو التعليم، ناخذ دورة عن الإعلام كذا كذا، الإعلام كذا، الإعلام هذه وسيلة نقل، وسيلة نقل. ما الدليل على أن هذه وسيلة نقل؟ كلنا هنا لسنا، يعني أغلبنا لسنا في باب واحد، لسنا في مكان واحد. أنا في مكان، وهذا في مكان، وهذا في بلد، وهذا في بلد. إذن هذا الدليل على أننا نقوم بعملية أو نقوم بما يسمى بالإعلام أو بشكل من أشكال الإعلام. تمام؟ طيب، ما هي الأدوار التي يقوم بها الإعلام؟ إذا نحن تعرفنا على مفهوم الإعلام، وقلنا يعني بكل بساطة وبكل اختصار هو عملية نقل معلومات، أفكار، آراء، معلومات، أفكار، آراء، معلومات، والله حدث كذا، تعليم، تثقيف، الأفكار، تثقيف، يعني أطلع أفكار جديدة، أنا عندي عادات وتقاليد ممكن خاصة بقبيلتي لا يعرفها العالم، لا يعرف المجتمع، أنا آخذ هذه الأفكار، أبدأ أبث برنامجا عن هذه الأفكار وعن هذه العادات والتقاليد. إذا أنا قمت بنقل أفكاري أو نقل ثقافتي إلى مجتمع آخر، إذا هذا تثقيف وأيضا نقل أفكار، آراء، عندي رأي معين في مجتمع معين، عندي رأي سياسي، عندي رأي تحليلي، ممكن أقوم بنقله إلى الجمهور. تمام؟ معلومات، أفكار، آراء، إذا هي عملية نقل أفكار، آراء، ومعلومات. تمام، قلنا ما هي أشكاله؟ طبعا أشكال الإعلام متعددة، الأخبار، التثقيف، الترفيه، التعليم. تمام؟ لا خامس له ولا سادس له. إذا من أهم الأدوار التي يقدمها الإعلام، ما هي الأدوار التي يقدمها الإعلام؟ يعني الإعلام ماذا يقدم الإعلام؟ يقدم الإعلام نشر الأخبار والمعلومات كما ذكرنا قبل قليل، بناء الجسور بين الأفراد والمجتمعات. عندي ثقافة، أريد أن أعرض هذه الثقافة، أريد أن أعرض مجتمعي فيه مثلا فيه إيجابيات يجب أن يطلع عليها العالم، يجب أن
اطلع العالم على بلدي، على آثارها، على يعني إيجابياتها. إذا من خلال بناء الجسور بين الأفراد، عندما أذيع أو عندما أدخل على صفحة في الإنترنت أو صحيفة وأكتب عادات وتقاليد الشعب الكذا كذا بين قوسين، خلاص أنا بمجرد ما أطلب هذه الأفكار وهذه العادات والتقاليد، أنا هنا بنيت جسور بين الأفراد والمجتمع. أنا عندي هنا أهداف، أنا فرد، عندي ثقافة، إذا أنا بدأ بيني جسور بيني وبين المجتمعات. ليش؟ لأني أنا أظهرت ثقافتي للعالم وأظهرت إيجابيات مجتمعي للعالم. إذا هنا تكون هناك أو أبني علاقة جسور، تمام، تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية. الإعلام سلاح ذو حدين، الإنسان الذي يستخدم وسائل الإعلام في تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية سيفعل هذا، والإنسان الذي يستخدم وسائل الإعلام في بث شعار أو خطاب الكراهية، خطاب الجهوية، خطاب القبلية، خطاب التعصب، ويتحدث ويشتم هنا ويشتم هنا، هو أيضا سينال مراد وستصل رسالته للعالم. إذا هنا يقوم الإعلام بتعزيز القيم الاجتماعية والثقافية، تمام، التأثير على سلوكيات الأفراد وتوجهاتهم. يقوم الإعلام، أو من أهم الأدوار التي يقوم بها الإعلام، التأثير على السلوكيات. أنا عندما يكون عندي مدرب في مجال تنمية المهارات البشرية وتطوير الذات، وأتابع هذا المدرب ونصائحه وأحب الإصغاء إلى نصائحه وكذا كذا، إذا أنا هنا أتأثر بما يقول، أتأثر بسلوكياته، أتأثر بتوجهاته. إذا كنت أنا يعني إذا كان الإنسان مثلا على سبيل المثل كان الإنسان ضعيف نفس، تدخل على هذه المواقع التي تنصح بالإلحاد، تنصح بالتنصير، تنصح بهذه الأشياء السلبية، إذا الإنسان تتغير سلوكياته، لأنه عرض أو لأنه تعرض لهذه البرامج، لهذه الثقافات. إذا يؤثر الإعلام، من أدوار الإعلام هو التأثير على السلوكيات أو سلوكيات الأفراد وتوجهاتهم، تمام؟ عندما أرى معلومة، عندما يرى الإنسان معلومة يقال له في وسائل التواصل الاجتماعي، أو يرى شيخ يفتي فتوى وكذا وهو لا يعمل بهذه الفتوى، قد تكون هذه الفتوى مثلا قد تغير في حياته كلها، تغير في توجهاته، تغير في مثلا هو يقوم بمعصية أو يقوم بأمر سيئة. عفوا ممكن تنتبهوا إلى الميكروفون؟ نعم، يعني هذه الفتوى قد تغير توجه هذا الشخص. يعني شخص يقول لك القتل ليس حرام، فيستمع إلى فتوى يقال أن القتل حرام وأن الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس إلا بالحق وكذا كذا من غير حق وكذا كذا، إذا هذا الشخص توجهاته ستتغير. إذا هذا دور مهم جدا من أدوار الإعلام، وهو الدور الذي يؤثر على حياتنا اليوم، لأننا نحن اليوم في عالمين، عالم واقعي وعالم افتراضي. ما نعمله في الواقع نعكسه في الافتراضي ونزيد عليه. يعني ممكن أظهر للناس في العالم الافتراضي أني إنسان مثالي وأني إنسان خلوق وأني 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 وأنا يعني أفعل ما كل ما أردت، عكس ما أظهر. إذا هذا دور من أدوار الإعلام، وهو التأثير على سلوكيات الأشخاص. نذهب إلى المحور الثاني. تعرفنا على مفهوم الإعلام، تعرفنا على وظائف الإعلام، تعرفنا على أشكال الإعلام وأدوار الإعلام. الآن نأتي إلى المحور الثاني، وهو أنواع وسائل الإعلام. للإعلام وسائل كثيرة جدا، تمام؟ ألف، الإعلام التقليدي. الإعلام التقليدي، ما هو الإعلام التقليدي؟ عفوا، الإعلام التقليدي واحد، الإعلام المفروض. ماذا يشمل هذا الإعلام؟ يشمل الصحف، المجلات والكتب.
يعني حتى الكتب هي وسيلة من وسائل الإعلام، وسيلة من وسائل الإعلام. لماذا؟ لماذا؟ لأنها نقلت لي ثقافة. يعني أنا عندما أقرأ عن تاريخ العثمانيين في كتاب، إذا أنا نقلت لي ثقافة. هنا من قام بنقلها؟ قام بنقلها الكاتب الذي كتب. إذا أنا الجمهور، نقلت لي هذه الثقافة. إذا الصحف معروفة، الصحف يعني هي وسيلة إعلام، لا نقاش في ذلك. المجلات لا نقاش في ذلك. لكن هناك من سيناقش في الكتب، يقول لك لماذا؟ يعني ما هو الكتاب؟ يعني أنا إذا كتبت رواية، إذا أنا قمت بعمل شيء ترفيهي للناس أو شيء تثقيفي للناس. ممكن أنا ذكرت الكثير من الأشياء، مثلا روايات بوليسية، أنا من خلال هذه الروايات البوليسية ذكرت كيفية التحقيقات، ذكرت كيف يعني يقوم مثلا ذكرت أشياء مهمة جدا. إذا هذه وسيلة من وسائل الإعلام التقليدية، الكتب، المجلات والصحف التي يعني لا نقاش فيها. تمام؟ ما هي ميزاتها؟ من ميزتها العمق في التحليل والتوثيق. كتاب عندما يكتب كتاب 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 يكتب لك المصدر، مصادر كذا ومصادر كذا ومصادر كذا، إذن هذا موثق، كله موثق. سنتحدث عن الغير موثق إن شاء الله في وقت لاحق. طيب الصحف، صحيفة، هذا ما اسمه، لحظة توقف، إذا عفوا قلنا ماذا قلنا؟ من يذكرني ماذا كنا نقول؟ يعني كنت تتكلم كنت تتحدث عن الميزات، عن المميزات. كنت تتحدثين عن وسائل الإعلام، الإعلام التقليدي والإعلام المقروء، هذا كنا نتحدث عنه. وهي وقفت على نقطة الصحف الصحيفة. ممتاز. على الإعلام المقروء. أقرين ممتاز، مركزين مع شطار، سأصدق لكم. المهم قلنا الصحف الصحيفة عندما يكتب تقرير أو يكتب خبر، المهم هناك جزئين، هناك جزء الإشراف على هذه الصفحة، مثلا صفحة الأخبار، صفحة التقارير، هكذا تكون الصحيفة مجزأة، صفحة الأخبار، صفحة التقارير، صفحة التحقيقات، هناك مشرف موجود، يكتب اسم المشرف، المشرف فلان فلان فلان، هذا مشرف على هذا التحقيق، تمام؟ إذا وهناك اسم الكاتب، موثق، اسم الكاتب، يعني تم توثيق هذا الخبر أو هذا التحقيق أو التقرير باسم الكاتب. إذا هي دائما ما تكون موثقة وعميقة. أنا عندما سأقوم ب مثلا تأليف أو مش تأليف، كتابة أو نقل تاريخ العثمانيين أو نقل تاريخ الأفارقة أو نقل تاريخ كيف تم تأسيس إفريقيا أو نقل تاريخ المخطوطات، يعني أي موضوع. إذا أنا هنا كلما تقدمت في الموضوع احتجت لمصدر، احتجت لدليل، احتجت لتوثيق. إذا هنا الكتب يجب أن توثق المجلات توثق، وأيضا الصحف نفس الشيء توثق، والصحيفة والمجلة يعني نفس الشيء. إذا كان هناك تقرير مكتوب سيكون موثق، إذا كان هناك هذا مثل خبر أو شيء معين أو مقال رأي سيكون أيضا موثق، يعني نفس الصحيفة نفس الشيء. تمام؟ ثانيا الإعلام المسموع. طبعا الإعلام المسموع نعرف كلنا يشمل الراديو والبودكاست. تمام؟ ما هي ميزاته؟ سهولة الوصول وسرعة البث، وأيضا يعمل في الأماكن النائية. يعني ممكن أنا إذا كنت في البادية اليوم أذهب للبادية لا أجد صحيفة هناك، والناس هناك ممكن أغلبهم لا يوجد، مثلا هناك من لا يقرأ لا يجيد القراءة، إذا كانت الصحف فرنسية أنا
أسمع هذه اللغة ولكن لا يمكنني قراءتها. الكتب لا يمكنني قراءتها، لا توجد صحف في البادية ولا توجد مجلات ولا توجد كتب. إذا ما هي الوسيلة أو ما هي وسيلة الإعلام التي سأسمع بها الأخبار؟ وملاحظة، الكتب لا تكون يعني بالأخبار، هي فقط تكون للروايات وكتابة التاريخ هكذا يعني، لكن لا يمكن أن تكتب فيها الأخبار، توثق فيها التواريخ يعني. تمام؟ إذا كنت في منطقة نائية، إذا هذه المنطقة ممكن أستخدم فيها الراديو، أبحث عن الموجات، أستمع. ممكن أعتمد على هذا ممكن أعتمد على هذه الميزة. تمام. ثالثا، والبودكاست أيضا يعني مسموع، يعني هو مسموع، ومجموعة من ممكن موضوع، ممكن مجموعة من المواضيع تكون ممنتجة، تكون فيها بعض الأوتار الموسيقية كذا كذا، وتبث يعني، والفوائد الصحية وكل هذه الأشياء يعني، وأغلبها يكون تثقيفي أكثر من أن يكون نقل للأخبار يعني، أكثرها يكون تثقيفي، يتحدث عن الفوائد، يتحدث عن الثقافات، يتحدث عن التواريخ وهذه الأمور. ثلاثة، الإعلام المرئي. كلنا نعرف الإعلام المرئي ماذا يشمل؟ يشمل التلفزيون والأفلام الوثائقية، سواء كانت في اليوتيوب، سواء كانت في أي موقع يعني مرئي. تمام؟ ما هي ميزته؟ ميزته الجمع بين الصوت والصور مما يزيد من التأثير. يعني التلفزيون هو أكثر تأثيرا في وسائل الإعلام، لأن هناك أشخاص لا يحبون أن يستمعوا للراديو، وأنا منهم يعني، لا أحب الاستماع على الراديو أبدا يعني، هكذا هناك أشخاص لا يحبون، لكن إذا استمعت إلى وثائقي أفضل أن أرى هذا الوثائقي وأسمع، حتى وإن كان الشخص يجلس ويشرح، إذا هنا أفضل يعني، هناك من يفضل ويؤثر، وهو يؤثر على الجمهور أكثر. تلفزيون، إذا كان الشخص يتابع مسلسلا تاريخيا وهذا المسلسل فيه أحداث شيقة، فعندما يشاهد الشخص التلفاز أمامه والقناة أمامه، يرى الصورة أمامه ويسمع الصوت، هذا يكون يعني مثير جدا يعني، يكون مثير للاهتمام أكثر من أن يكون المسلسل مسموعا فقط. تمام؟ إذا أمامكم هنا بعض الصور، الصور الأولى هذه لمجلة، هذه لصحيفة، مجلة وكتب، وسائل الإعلام يعني كل التي تحدثنا عنها، راديو وشعار بودكاست. تمام، نحن قلنا المحور الثاني أنواع وسائل الإعلام، قلنا هناك ألف، تحدثنا عن ألف النقطة الأولى وهي وسائل الإعلام التقليدية، وعددنا هذه الوسائل، قلنا واحد وسائل الإعلام المقروءة، اثنين وسائل الإعلام وسائل الإعلام المقروءة، اثنين وسائل الإعلام المسموعة، ثلاثة وسائل الإعلام المرئية. إذا باء من المحور الثاني، وسائل الإعلام أو الإعلام الحديث. الإعلام الحديث هذا ما كان موجود في الماضي، ما كان موجود يعني، ما كان موجودا يعني. سنتحدث عن لمحة تاريخية في وسائل الإعلام، وكيف كان الإعلام في الماضي وكيف أصبح اليوم. طبعا نحن بما أن نحن في اليوم في هذا العصر الحديث، إذن سنتحدث أولا عن وسائل الإعلام الرقمي الحديث، أو الحديث بين قوسين هو الرقم. واحد، الإلكتروني. ما هو الإعلام الإلكتروني؟ طبعا مواقع الإخبارية الإلكترونية، يعني كل جهة إعلامية اليوم في العالم لديها موقع، وفي هذا الموقع تكتب يعني كالصحيفة بالضبط، فقط فيه ميزة ليست في الصحيفة. ما هي الميزة؟ لأن هذا الموقع فيه بعض الأخبار أو فيه بعض التقارير المصورة صوت وصورة فيديو، والصحف لا توجد، لكن تجدها كلها صحيفة كذا صحيفة إلكترونية. تمام؟ المواقع الإخبارية الإلكترونية، وأيضا المدونات والصفحات الإخبارية. كيف المدونات والصفحات الإخبارية؟ طبعا المدونات معروفة هي أيضا كالمواقع، ولكنها تكون أصغر من المواقع يعني مدونة. تمام؟ والصفحات الإخبارية، هذه تشمل مجموعة من الصفحات، يقوم مثلا
صحيفة صحيفة كما الصحيفة التي الصورة هذه هنا في الأعلى في المحور في الإعلام التقليدي هنا الصورة مكتوب عليها ناوس، هذه صورة صحيفة. الآن هناك صحف هكذا هي ورقية لكن تجدها أيضا إلكترونية، تجد النسخة الإلكترونية. تمام؟ اثنين، وسائل الإعلام الاجتماعية أو التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي يعني كيف وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني هل وسائل التواصل الاجتماعي هي أيضا وسيلة إعلام؟ نعم هي أيضا وسيلة إعلام. تمام؟ والصحفيين اليوم يعتمدون والإعلام كله اليوم يعتمد بنسبة 95% أو نقول حتى لا نريد أن نقول يعني نتجاوز الوصف ونقول 100%، لكن 95% من الصحفيين ومن مؤسسات الإعلامية والوكالات الإعلامية اليوم تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت في نقل الخبر، سواء كانت في نشر الخبر، سواء كانت في تحرير الخبر، في متابعة الخبر، كلها تعتمد يعني 95% على منصات التواصل الاجتماعي. وأكبر دليل على هذا المحطات الإعلام الدولية اليوم ما في محطة دولية إلا ولها صفحة على الفيسبوك، ما في أبدا، ولا توجد أي شخصية مؤثرة في المجتمع إلا ولها صفحة على الفيسبوك. لماذا؟ هذه وسيلة من وسائل الإعلام، وهذه عملية من عملية نقل وتبادل المعلومات. تمام؟ أولا منصات مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب. الآن كما ذكرنا قبل قليل كل المحطات الإعلامية الدولية العالمية كلها تعتمد بشكل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، لها صفحات على الفيسبوك، لها يعني إذا أنا كنت لا أستعمل تويتر سابقا الآن إكس اسمه، إذا كنت لا أستخدم إكس تويتر أنا أكيد أستخدم منصة فيسبوك، وإذا كانت ما عندي فيسبوك أكيد عندي يوتيوب. يعني إذا ما شاهدت الجزيرة على فيسبوك ستشاهدها على يوتيوب، إذا ما شاهدتها على يوتيوب ستشاهدها على تويتر، وهكذا. وهناك الكثير من المنصات لكن هذه أشهر المنصات. ما هي ميزتها؟ ميزتها السرعة في الانتشار، هذه الأخبار والترندات تنتشر فيها كسرعة النار في الهشيم، يعني النار في الهشيم في لمحة بصر، بمجرد ما أن يمر إشعاع يحترق، هكذا ينتشر الحرق. نفس الشيء مواقع التواصل الاجتماعي جدا سريعة في نشر الأخبار، جدا سريعة في نشر، يعني الآن تحدث جريمة قتل تثير رأي عام في مثلا بلد، الآن في بلد تجدها منتشرة في العالم وكتبت عنها صحف أجنبية وغربية وعربية وشرقية وغربية، يعني كل العالم كله كتب عن هذه الجريمة ووصلت إليه هذه الجريمة، وممكن الجريمة يعني ما عندها حتى ساعة انتشرت في العالم. تمام؟ قلنا من ميزاتها أو ميزتها سرعة الانتشار والوصول إلى جمهور أوسع، يعني يحدث شيء الآن أي شيء، هجوم إرهابي، بقصف، مشكلة، يعني مثلا شيء انقلاب، أي شيء ينتشر في العالم ككل، يعني تجد الجزيرة عندها الأخبار والعربية عندها الأخبار وفرنسا 24 عندها الأخبار، كل تنتشر بشكل غير عادي. في القديم كانت يعني الأخبار سنوات حتى تصل، الآن سنوات ساعة، أقل من ساعة تصل للعالم كله. طبعا هذه مقارنة بين وسائل الإعلام أو الإعلام التقليدي والرقمي. التقليدي الموثق أعلى، يعني يكون توثيقه أعلى أو موثوقية أعلى، يعني 70% يعني معلومات صحيحة 70%، يعني في بدايات العمل في الصحافة وفي الصحيفة
كان الصحفي الذي يأتي بخبر ويقول أنا مثلا كتب خبر عن مثلا على سبيل المثل تهالك في مثلا تهالك في في في, في الطرقات، لا يوضع هذا الخبر في الصحيفة حتى يأتي بتصريح من السلطات، يعني السلطة تصرح لماذا هذه الطرقات يعني مهمشة هكذا، لماذا؟ إذا الصحفي هذا رأى أن الطرقات مدمرة والبلاد ما فيها طرقات جيدة وكذا وكذا والناس تعاني، وأخذ رأي المواطن، أخبرنا لماذا هذه الطرقات هكذا، يتحدث المواطن من خلال حديث المواطن ممكن يتهم السلطات. إذا يجب أن يأخذ هذا الصحفي يكون ملم بالمادة، كتب الخبر أو كتب التقرير أخذ آراء المواطن، بما أنه أخذ رأي المواطن يجب أن يأخذ رأي أصحاب الشأن أو المغيرين في القرار أو أصحاب القرار. لازم إذا لم يأتي الصحفي بهذا، إذا لم يكون هذا التقرير متكاملا، فيه التقرير الجسم الأساسي للتقرير، وفيه الرأي العام، وفيه الرأي الحكومي أو رأي صانع القرار أو المسؤول، لا ينشر أبدا أبدا، لا ينشر، يبقى هناك سنوات لا ينشر. وفي أحيان نكتب 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 ويلغى كل شيء فقط لأننا لم نصل لأصحاب القرار. إذا دائما وسائل الإعلام التقليدية دائما تكون موثوقيتها أعلى جدا، تمام، لكنها أبطأ في الوصول. ذكرت لكم قلت ممكن نكتب ولكن نمكث فترة 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 لا ننشر، وأحيانا يعني يلغى التقرير، يلغى. ليش؟ لأن هذا فيه مشكلة، فيه اتهام، إذا يجب أن يرد على هذا الاتهام، تمام. الأخبار في الصحيفة الأسبوعية، صحيفة أسبوعية مثلا، نحن اليوم ماذا؟ مثلا على سبيل نحن اليوم السبت، تمام، وهناك نشاط، قلنا على سبيل المثل اليوم السبت تمت عمل حملة تعبيد للشوارع للطرقات، إذا هذا لا يمكنني أن أكتبه في صحيفة أسبوعية اليوم، لا، يجب أن يأتي السبت القادم ويصدر العدد الأسبوعي حتى يجد الناس هذا الخبر الذي مضى عليه أسبوع كامل، تمام. هي بطيئة لكنها أعلى موثوقية. الأخبار على القنوات الآن، على القنوات التلفزيونية والقنوات الرسمية، يعني تجد الإعلامي يقول لك العام الماضي تم افتتاح المدارس، ليس العام الماضي عفوا، الأسبوع الماضي تم افتتاح مدارس وكذا وكذا، لماذا؟ لأن هذه النشرة أسبوعية والوسيلة لا تعتمد إلا على الأخبار الأسبوعية. ليش؟ يعني هذا لماذا؟ ليس لأن القناة ليست لديها القدرة على أن تبث الخبر اليوم، لا، لأن القناة تعطي الصحفي الوقت حتى يجمع مادته، يكتب، يحرر، يوثق، وبعدها يتم عرضها، غير هذا لا تعرض المادة الغير الموثقة، لا تعرض. إذا هذه هي ميزة وسائل الإعلام التقليدية. طبعا الرقمية لماذا؟ طبعا الرقمية هي تختلف تماما عن وسائل الإعلام التقليدية. وسائل الإعلام الرقمية سرعة الانتشار، خبر خمس يعني دقائق يكون في كل العالم، لكنها قد يتسي بالمعلومات الغير موثوقة، وهذا رأيناه كثيرا. تسمع في هذا البلد حدث انقلاب والعالم كله انقلاب، وبعدين يطلع الخبر كله كذب، يعني يخرج الخبر كله مكذب. تسمع هنا تم قصف كذا وتم موت كذا وتم، ممكن تجدها فقط مشكلة بين جار وجاره ورمى عليه شيء وكذا، وهم عملوها مشكلة كبيرة جدا. إذا وسائل الإعلام الرقمية تنتشر فيها الأخبار سريعا وتنتشر فيها المعلومات سريعا، ولكنها غير موثوقة أحيانا، وأحيانا تكون كاذبة لكنها تنتشر، تمام؟ كالرسائل هذه التي تأتي للناس، الليلة لا تحمل الهاتف، هناك قمر يمر بقمر فيقول للقمر، فكوكب يمر بكوكب فيقول للكوكب يا كوكب، فيحدث أشعة وهذه الأشعة تنزل في الهاتف، ولأن الهاتف فيه بعض مش عارف شنو المغناطيسية، وهذا الهاتف سيضر عينيك وهذه الأشعة ستضر عينك وستصاب بالعمى وكذا، تجد هذه الرسائل منتشرة في كل مكان، ينشرها شخص واحد تنتشر في كل العالم.
لأن وسائل الإعلام الرقمية السريعة في الانتشار. أنا هنا الآن في بومكو ممكن أنشرها أرسلها لشخص في مصر أو في ليبيا، وهذا الشخص في ليبيا يضعها على صفحته وصفحته يتابعها هذا وهذا وهذا، وتنتشر خلاص. تنتشر في العالم كله، يعني بعد 30 دقيقة تكون المعلومة وصلت للصين، لكنها غير دقيقة وغير موثوقة. كإعلامي أو كصحفي عندما ترى خبر وخبر هذا منتشر ومثير وكذا وكذا، كيف تتأكد من صحة هذا الخبر؟ كيف أتأكد من صحة هذا الخبر؟ حتى نحذر من المواقع، أذهب إلى المواقع الموثوقة التي لا يمكن أن تكتب شيء كاذب، وإذا كتبت شيء كاذب هي لا تنشر حتى تتحقق، وإذا تحققت من الموضوع تنشر مباشرة، وإذا صار في الموضوع بعض الالتماسات أو بعض الشكوك أو بعض المشاكل ستكتب يعني إذا نشرت خبر كاذب واكتشفت في النهاية بأنه كاذب ستكتب وتحذف وتعتذر وتقول هذا الكذب، هذا الخبر كاذب كذا كذا، ونحن نعتذر على نشر هذه المعلومات الكاذبة. إذا دائما خذ مصدرك من المواقع الموثوقة والصحفيين الموثوقين، الصحفي الذي يكون محايد، صحفي متعصب يشجع فيها على فئة، يشجع كذا على كذا، يحرض في كذا، ينشر شعر، هذا لا تتابعه أبدا لأنك لن تستفيد منه شيء. ممن تستفيد؟ من الشخص الذي لا يكتب إلا ما هو موجود ويكون محايد، يضع الحقيقة بين يديك لا غبار عليه. يعني حتى أنت عندما تقرأ هذا الخبر وتسأل وتفتش وتحكد تجد أن هذا الخبر صحيح، يعني حتى وإن كان يعني لم تتأكد من صحته لكن معقول. تمام؟ هل هناك أي سؤال؟ لا مفهومة. أيوة أستاذ، أنا عندي يعني بعض الأسئلة. فاتني بعض الأمور فيما يتعلق بالإعلان الإلكتروني. الإعلان الإلكتروني هل هو مرادف لمصطلح الإعلان الرقمي؟ نعم. أيوة أنا فات، شكرا جزيلا. نعم نعم، هو الإعلان الإلكتروني هو الإعلان الإلكتروني هو الإعلان الرقمي. الرقمي هذا شيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الرقمي يعني عالم افتراض، هذا عالم لا يوجد افتراض، خاص بمواقع التواصل الاجتماعي. يعني نعم، التواصل الاجتماعي خاص بشبكة الانترنت بشكل عام، يعني جوجل رقمي، هذا مسمه فيسبوك رقمي، مواقع التواصل كلها رقمية، الانترنت رقمي، كل ما تسمع وقالوا لك هذا رقمي يعني هذا الشيء له علاقة بالإنترنت، له علاقة بالإنترنت. ومواقع الإنترنت هذه عبارة عن لو كان هناك مشهر وقلت بالتكبير تكبير تكبير تجدها كلها مجموعة أرقام، كلها أرقام، مجموعات من الأرقام، لذلك سميت بالمواقع الرقمية أو الإعلام الرقمي، يعني شيء عن بعد. تمام؟ إذا الآن سيزر وثلاث دقائق نصلي العصر، نعطيكم 10 دقائق أو 15 دقيقة بعد صلاة العصر إن شاء الله نتابع.